السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أحمد العزازي من قناة الزراعة اليوم. طبعا بتابع مع حضراتكم النهاردة 4 مارس 2023 الساعة 4 عصرا، بتابع مع حضراتكم موضوع إعلاف الأزولة، وبوري على حضراتكم بسم الله ما شاء الله، ربنا يكفينا شر الأعين والحاسدين يا رب العالمين، وربنا يعافينا. ودي حصري للمشاهدين ومتابعين القناة بتاعتي، لازم يشوفوا كل جديد وكل حاجة كويسة على القناة بتاعتي. بسم الله ما شاء الله، النهاردة 1 مارس، حضراتكم شايفين الانتاجيات والأزولة، وطبعا في ناس بتبيع وتشتري والكلام ده. احنا بنتكلم على الناس المتخصصين والناس المهندسين والناس الشغالين، وادي الانتاج حضرتكم على الهواء مباشرة وصنف عين. بسم الله ما شاء الله، ادي الانتاج اهو، حضرتكم شايفين ادي الاختبار، وادي النباتات بسم الله ما شاء الله، وادي الازولة حضرتكم شايفين اللون الازولة والنبات عامل ازاي. طبعا حاجة يعني ممكن الواحد ياكلها من الحلاوة بتاعت الزرع والنظافة بتاعت الأحواض والنظافة بتاعت الزرع، ممكن تتحط على السلطة إن شاء الله. المشروع الجاي هنشوف الإنتاج بتاع اللزولة للأكل، خضروات للسلطات بإذن الله، بعيد عن التسميد الكيماوي والمية، المية النظيفة مية معدنية إن شاء الله، ربنا ييسر إن شاء الله. ده المشروع الجاي، الناس برضك لها حق إن تاكل خضار نظيف وفيه فوائد متكاملة، وجبة متكاملة ممكن تتخرط وتتحط على السلطات بتاعتنا، مفيدة جدا إن شاء الله. المشروع الجاي بتاعي اللي هشتغل عليه، وتابعونا ولكل جديد. وأخوكم أحمد العزازي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.